روى. أوكي. مرحبا. قصتنا بتبلش بثمان شباب وصبايا 4x4 يعني 4x4. هن رفقات بحبوا بعض وبيعملوا المستحيل كرمال بعض لوقت ما الدنيا تلعب فيهم لعبتها المنيحة. أنا هيك شفتهم إنهم بيشبهوا ورق الشدة، بتحسهم كأنهم عم يلعبوا لعبة تريكس أو في حدا تاني عم يلعب فيهم. على العموم هلأ بنروح أنا وياكم نتعرف عليهم واحد واحد. Let's go. كيف حلوتنا؟ أهلي سمسوم، تتذكري الفيلم اللي حكيت لك عنه أني عم بعمله؟ إيه، بدي إياكي شوي تحكي لنا عنك. هيفيدك بالفيلم؟ إيه طبعاً بفيدني. إيه أنا جاهزة، شو أعمل؟ إيه هاي الكاميرا، يلا حكي للكاميرا، حكي معي. حكي عن شخصيتي؟ إيه ظابط؟ أمار، أمار. هلأ أنا اسمي سمسوم. شو بدي أحكي لك؟ ما بعرف. مع الكاميرا أحكي لي معك؟ مع وين ما بدك. أوكي، بس شايفة هاي الجامعة كلها؟ إيه هاي الجامعة أنا مشيتها بأصابيعي هدول. حلو، يعني الكل بده كلمة من سمسوم، بس سمسوم عرفانة تلعبها صح، يعني وحياة عيونك ما حدا بيطلع له معي. حلو. كات حسونة. سمية هي بنت البستون. سمية بتدرس إعلام سنة ثالثة، ومثل ما سمعتوا ممشية الجامعة كليات على رجل وحدة لأنها حلوة، وطبعاً هي بتعرف هاد الشيء وبتستغل جمالها لحتى تدبر حالها بحيث إنها ما تعمل ولا حلقة بحث، وكمان إنها ما تنقل المحاضرات. وإذا حدا سألها كيف عم تزبطي أمورك يا سمسوم، بتقلون يعني كيف شوية دلع وغناش وكلام حلو بصير اللي بديها، وأنا الحياة كلها مقضيتها هيك. حلو، حلو كتير. ماشي سمسومة. طيب حبيبتي شكراً كتير، بدك شي؟ ايه بدي تعطيني نسخة عن الفيلم. أكيد على عيني. يلا باي باي. باي حبيبتي، الله معك. كمان مرحبا أبو البيس. تركيني بحالي من شان الله. لا يا زلمة شو بك؟ ليش معصب؟ ماني معصب، بس مو جاي عبالي أحكي مع حدا. بحيات الله تقلي شو بك، والله ما بقول لحدا. ما بدي أقول لك مشان ما تضحك علي. يا زلمة والله ما رح أضحك عليك، خلص قول سرك كبير. شو؟ خلصت علبة التاتش. خلصت علبة التاتش. طيب شو فيني أعمل؟ روح جيب لك تاتش؟ رحت على كشك الجامعة بس ما عنده. ما عنده. طيب طيب دبر حالك، يعني بلا التاتش. توسخوا إيدي، كيف بدي أقضي نهاري؟ يا زلمة روح غسل بالحمامات، ما بدها. أنا بدي فوت على الحمامات؟ بدي كان يفوت على البيئة الحاضنة لكل الجراثيم والميكروبات والأمراض السارية. طيب أبو البيس احكي لنا شوي عن حالك. إذا بتجيبي لي تاتش بحكي لك شو ما بدك. لك شو؟ خلاص ما في داعي، كل العالم صارت بتعرف أنت شو. باسل شب الكبة بيدرس إعلام سنة ثالثة. طبعاً باسل لخص كل شيء ممكن أحكيه عنه. باسل حبيب، يعني تبع حب وإخلاص وهي القصص واللذي منه، بس مشكلته الوحيدة لهذا الشاب إنه موسوس نظافة مثل ما لكم شايفين. هلأ وسوسة النظافة محلولة، بس كمان هو موهوم مرض، يعني إذا طلعت له حبة بيروح وبيعمل تشيكة كاملة على حاله من تحاليل لفحوصات لمية قصة، يعني باختصار ما له حل. وهي أحلى علبة تاتش حبيبي، بس روق. يسلموا إيديكي، عرفتي ليش بحبك يا ليلى؟ لأنك تفهم علي هيك عالطاير. ها؟ وهي مخرجتنا العظيمة هون، كيفك؟ منيحة، كيفك أنت ليلى؟ طيب منيحة. جود. ليلى منيح إنك هون، بتحكي لنا شوي عن حالك؟ عن حالي؟ أنا حلوة ولذيذة وكربوجة. هدول الشغلات بنعرفهم، بدنا شغلات تانية. ما عندي شيء أحكي عن حالي. ليلى هي بنت الدينار، كمان بتدرس إعلام سنة ثالثة. هلأ ليلى للأمانة هي قالت عن حالها شغلات كتير صح، إنها حلوة وكربوجة ولذيذة وما في منها، بس لسه عندها مشكلة حقيقية مع باسل لأنه هو موسوس نظافة وبده إياها إنها تكون مثله. بس ليلى هي بنت طبيعية، يعني عايشة مثل ما أغلب هالعالم معايشين، مو مثل حبيبة السيد باسل. عن جد الله يكون بعونك يا ليلى. شكراً كتير لألكم يا شباب، يلا باي. الله معك حبيبتي. لكي نتالي قاعدة هونيك هي وشبت ربيع لألك. تمام شكراً، يلا باي. سلام. باي. أنا ما بأكل علكة، ما بدي علكة، بتلزق بالتقويم.
بس اللي بدي اياه منك انه تروح لعند ابوك وتقول له ما بدي اياك تضوع لي مستقبلي، انا بدي ادرس واتعلم، ما بدي بيع علكه. مرحبا نتالي، كيفك؟ يعني حدا بيتصبح بالفرش كيف بده يكون؟ كملي ما بدي عطلك. اسمع وركز، بتروح بتقول له لابوك انا ما بقى بدي بيع علكه، واذا ما رد عليك شو بتعمل؟ بتروح بتبلغ الشرطه. لك ايه بلغ عليه الشرطه، انت هلا فايت على مكان بحياتك اللي ما انه مثقف وما معه شهادات ولا شيء بهي الحياه. عم تفهم؟ الشهاده يا ابني بتفتح لك افاق جديده، بتعتلي من خلالها الى اعلى مراتب هذه الحياه. وبرجع بقول لك ها، الجهل بعمره ما كان صح. طلع فيني، ركز هون، اسمع. بكره بس تكبر وتشوف رفقاتك كلياتهم بيعرفوا يقروا ويكتبوا وانت ما بتعرف رح تتعذب كثير. لك ما رح تنام الليل، لازم تحارب الدنيا هي بتاكلها بسنانك كي تحقق احلامك، والاحلام لا تتحقق بسهوله بل بالجد والمثابره. فهمت؟ ما فهمت في نتالي انقطعت اخبارها وما تشوفها عين. هلا اكيد الفنان حسام تحسين بيك لو شاف نتالي هي تبع حكايتنا كان ما الف وما غنى هي الغنيه من عين اصله. نتالي هي بنت لسبات، الفتاه الموتوره دوما بتخانق دبان وشها كل الوقت. هلا هي للامانه ما عصبية، بس مشكلتها انها مثقفه زياده عن اللزوم ودائما بتحس انه هي مو مكانها مع هي الشله اللي هي فيها، لانهم كلياتهم بايعينها بقشره بصله. والست نتالي حامل السلم لك ايه مو بس بالعرض، بكل الاتجاهات الموجوده بالحياه. اطلعوا من فضائي. اوكي اوكي اوكي، يلا سلام. شكرا كثير. شكرا أهلين. شكرا. بتجنن فظيعه. مرحبا فراج. أهلين. خير؟ ليش قاعد لحالك وزعلان؟ صاير معك شي؟ لا مو صاير معي شي، بس ما بدهم يقعدوا معي. أيوة، مين هدول اللي ما بدهم يقعدوا معك؟ كلهم. باسل عصب مني لأنه كنت كامش قطة وإجيت سلمت عليه، قام دور على الطاتش تبعه وما لقاه، قام بهدلني. ومين كملت على البهدلة؟ ليلى. قام قلت يا ولد ما لها غير تروح تقعد مع نتالي المعقدة. عم رحت لقيتها عم تحكي مع الولد بياع العلكه. قامت شو قالت لي؟ انت ما بتعرف انه ما بحب حدا يقاطعني؟ وعملت لي هيك. لحظه ممكن تعد لي كيف عملت لك؟ هيك. قام قلت يا ولد ما لك غير تروح لعند مازن وفراس. قام شو لقيت هون؟ غازين غزتهم مثل العاده. قام قال لي مازن بتروح من هون ولا؟ وانا بعرف شو يعني بعد الولا. قام حملت حالي ورحت. طيب فراج انت شو قصدك بانه غازين غزتهم؟ يعني عم يطبقوا. فرج هو شاب لسبات سنه ثالثه اعلام. هلا فرج ملطشه، يعني الرايح ببهدله والراجع ببهدله، هذا طبعا اذا انتبهوا له، لانه هو يعلي عليه بيحكي وما حدا بينتبه له انه حكى، بيكون موجود وما حدا بينتبه انه موجود. وشو ما عملوا الشباب والصبايا مصايب بالجامعه بتوقع براسه لهالمسكين. وغير هيك فرج النحس راكبه ركب، يعني المنحوس منحوس ولو. يلا محضورة، خلينا نشوف مازن وفراس كيف غازين غزتهم. معي خرجني لبعد بكرة. فراج سلام. علي الحلال انت يا موقوتي. بتذكر بقديش اشتريت سيارتي انا؟ ايه بتذكر، يوميتها بشغلة 25 مليون ليرة. وانت بقديش اشتريت سيارتك؟ ب 65. شو هالكذبة هي؟ 50. لك 65 شباب؟ لا مزبوط صح صح 55 يوميتها، رعانة ب 10 لأنه طلعت سيارة هادية. إمتى بدك تطلع تسبح عندي بيافور؟ والله يا أبو فريس أنا سباحة بطلتها لأني عم معضل، هلا عم بلعب بيمبون فيها طقطقة أكثر وبتحرك البدن. وين بدنا نلعب بيمبون؟ عندي بالفيلا بدروشة. مو بعيدة؟ ليك شلفي الحجر روحي معنا. كيفون الشباب؟ سلام. شو بدي؟ بدي سلامة قلبك. خير؟ شو بك؟ منين الخير يعني؟ ما شفت شلون الطيرة راحت؟
خيو بدي انصحك نصيحة، يعني عم تكذب وعم تكذب، اكذب لك كذبة بتتصدق يا زلمة، 55 مليون والله تخينة. مظبوط. أنا ما دخلني، هو اللي ورطني. أنا اللي ورطتك؟ لك مو كنا مارقين من هنيك وقلت لي تعال شوف هدول البنات شو صواريخ بتعم طبقهم؟ أنا؟ لكن أنا أنت؟ لا يا سيدي ما أنا صاروخ. لا يا سيدي صاروخ. بتعرف شغلة؟ أنا شايف بكتاب في بنتك، شفت صورتها، شايف هذيك اللي كانت قاعدة على اليمين؟ خنطق منطق البنت اللي هزت جدار برلين. لكان مين اللي أحرق روما؟ واحدة بتشبهها. يا حبيبي أنعم وأكرم على هالطلاب، ولك أنتوا شلون وصلتوا للسنة الثالثة؟ ما بتعرفوا مين اللي أحرق روما من مين اللي هد جدار برلين؟ لكان مين اللي أحرق روما؟ نيرون، نيرون اللي أحرق روما. مزبوط، نيرون اللي أحرق روما. أنا هي المعلومة قارية، شكراً. أهلا وسهلا. هلأ أنتوا ما قلتوا لي إمتى بدكم تخلصوا كذب على البنات؟ للمرة الثانية بقول لك أنا مالي ذنب، هذا الزلمة عم بيورطني. أنا حفهمك الفكرة. أنت إن شاء الله مفكرة إنه نحن بنجي هون على الجامعة مشان ندرس ناخذ محاضرات مثلاً. أيوة، لكان عفوا، كان شو؟ أنا رح أقلك، شوفي هالكم الهائل من الحريم هاد؟ هذا ما بتلاقي وين مكان، هي رزقة باب رزق جامعة. يا حبيبي مازن شب البستون، كمان سنة ثالثة إعلام، يعني مازن هو شب شوي ماله تمام، والله مو شوي، كتير كتير مشكلجي، يعني عنده زعلناته وماله قليل، ولما بيعلق بشي مشكلة بيطلع حاله منها مثل الشعرة من العجين، يعني حلس ملس. وطبعاً مازن بياخدكن على البحر وبيرجعكن عطشانين، لك يخرب بيته شو بيعرف يلعبها صح؟ محظوظ؟ لكو يا أخي بالرغم من كل العيوب اللي فيه، إيه والله العظيم ما فيك تكرهه، بس مازن إيه مو معقول شو مقطع ونوصل. روحي ما رح لك شي، الله يسامحك. إيه الله يسامحنا أجمعين. آمين. ايه لك ابو فريس عيونه ها تسلخنا غنيه من عندك، بلكي منغير راينا. ليش تتغيري رايك؟ ليش مو عاجبك صوتي؟ كل شباب وصبايا الجامعه بيقولوا عن صوتي انه بيفلج، وحتى اسالي مازن كاظم الساهر ما جابها. طب سمعنا. كلمه حلوه وكلمتين حلوة يا بلدي. أنا ما رح أحكي شي، رح أترك الحكم لإلكم. يا سيدي فراس هو شاب الدينار وحلم حياته إنه يصير مطرب معروف ومشهور، بس هو لما أخذ البكالوريا جرب حظه وقدم على المعهد العالي للموسيقى وللأسف ما انقبل، قالوا له إنه صوتك ما حلو. إيه أكيد ما في حدا ما لازم يشتغل ويتعب ليطور حاله ليصير مطرب مشهور ومعروف. يا جماعة والله داخلي لسه دراسة دراسة دراسة، حابة نعمل هيك شيء نغير، يعني نغير جو. ليش شبه الدراسة من شو بتشكي؟ ولا أنت حابة من بيت الشعلة بيت الأعلى بيت بيض الله أفراحكم؟ لك نتالي هيك عم تحكي معي؟ لأنه ما يطايق أحدا فيكم. وليش بقى ما يطايق أحدا فينا؟ هيك أخي مراء عصبي. طيب خلص مثل ما بدك نتالي، بس تعرفوا يا جماعة يلي عم تقول الليلة مزبوط، يعني نحن لازم نعمل شيء، يعني لازم نغير الروتين. سمسم لعبة معكم على الموت، لك يقبرني الكفو. أنا رجلي قبل رجلكم. ليش انت بدك تروح؟ ايه بدي روح. لوين بدك تروح؟ نفس المشوار رايحينه. على المشروع الترفيهي تبعنا؟ كيف لك؟ قلت لي بدك تروح لك. ايه ايه روح روح يا طعمرك ما خلصك. انا بطلت روح. نتالي خلص. ها تعالي خلي لي. اجيتوا شباب. مرحبا. اهلا سيد مازن. خير صوفي. أبو البيس عم يجعك شي؟ مريض؟ عم تلعي نفسك؟ دايق؟ فراس أنا ماني مسخرتك، بعدين أنا لما بقلك أني أنا موجوع وكل موجوع عن جد مو عن مزح. يا سيدي الله يشفيك ويعافيك. ليلي شوفي حابين هيك نعمل مشروع نطلع نتسيرا نكفو؟ إيه ولوين العزم؟ يعني على شي مطعم بالربوة. وليش مو على الزبداني؟ شو زبداني؟ بهالبرد بنمرض. بنمرض؟ إيه مزبوط كلامك، لانه اذا طلعنا على زبداني برد بنرشح وبجوز يصير معنا التهاب قصبات. خلص خلينا على الربو يكون احسن. باسل اعطني بسكوتك. ومين طالع بالله؟ عسولي كلنا طالعين. نتالي طالعه انت؟ ايه انا ومازن بنطلع بس بشرط. شو؟ اذا نتالي بتحكي كلمه ثقافيه وحده تاركين القعده وماشيين انا ومازن. انا ما حدا بشكتني.
يعني يا حبيبتي ما حدا عم يقلك تسفي، احكي بس بنور الله كمان. كيف يعني؟ يعني ثقافتك الزايده خفف فيها، يعني انا طالع سيره مو جاي على بالي اسمع سيره افلاطون ولا هذا شو كان اسمه بريخت ولا ابو القاسم الشابي. تستفلوا ان شاء الله عملكم ما تستفادوا شعب بالمخ. وانا رايي مثلكم. شو نتول سنفور غضبان اتفقنا؟ شو استاذ فراس بدك يعني اطلع على الوضع الصامت؟ انا طالع على اسكت انا اطلع حرك رجال مضرين. لك خلصنا يا جماعه هدونا خلص اتفقنا. بكره انا باخذ نتلي وليلى معي بالسياره وانت يا مازن خذ معك فرج وسميه وفراس. ايه خلص لك معناتها بكره موعدنا الساعه 2:30 بالمطعم. اوعكم تتاخروا. اوكي اوكي فراس.